طيب دي لقطات يا جماعة حصرية دلوقتي حالا من مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي الإنجليزي، المباراة اللي بتقام في هذه اللحظات. عدى زي ما حضراتكم شفتوا على الشاشة كده 14 دقيقة وشوية، في دقيقة 15 أهو. الكرة مع أحمد حمودي هيلعب الركلة الركنية. النتيجة 0-0 حتى الآن، وواضح إن هي مباراة أكيد مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. وإحنا زي ما قلنا لحضراتكم بنعيش حضراتكم في الأجواء لحظة بلحظة فيما يخص مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي الإنجليزي. هذه المباراة الهامة ضمن عدد من المباريات المهمة جدا في معسكر الأهلي استعدادا للفترة القادمة الهامة.